طبعا في ملفات عديدة وملفات مهمة، وميركاتو شغال طبعا دلوقتي، وأسماء كتيرة جدا عمالين نسمعها مؤخرا. حابب نبدأ من أنهي ميركاتو تحديدا؟ اكيد يعني اسخن ميركاتو في السوق حاليا السعودي. هو الدوري السعودي. يعني في عمليه تغيير جذري بتحصل في الانتقالات في العالم كله، مصدرها السعوديه طبعا زي الزلازل كده، يقول لك بؤره الزلزال في دوله دي معينه، حقيقة حاليا صح، فالتغييرات اللي بتحصل دي بؤرتها في غيرت السعوديه. خريطة النجوم في العالم ده اصلا. حقيقي، ده حقيقي. يعني نادي زي تشيلسي مثلا فضي كله راح السعوديه، يعني اكتر من لاعب راح الدوري السعودي، وده جاب له فند كويس، جاب له مبالغ كويسه قدر ان هو يتعاقد بيها مع كريستوفر نكونكو، واحد من اهم اللاعبين في الدوري، لاعب نادي لايبزيج المهاجم الفرنسي المتالق طبعا. فده جاب له فلوس ان هو يقدر يعمل كده. نادي برشلونه نفسه حد يتفاوض معاه من السعوديه لان عنده ازمه ماليه كبيره جدا، فهو نفسه يبيع اي حد من النجوم عشان يسد جزء من الديون او يعمل صفقات، لكن لسه ما حدش بص لنادي برشلونه. ففي انديه دلوقتي في اوروبا هي بتتمنى ان انديه الدوري السعودي او صندوق الاستثمار السعودي اللي هو بيتفاوض وبعد كده يوزع على الانديه ان هو يتواصل معاهم بس علشان يجي لهم دخل وده ويجي حال لهم غريب فلوس. جدا ان انت بتسمع دلوقتي عن برشلونه من الانديه اللي هي كانت يعني توب فعلا في العالم بقالها سنوات طويله جدا، الدروب اللي حصل لهم تقريبا من 2020 حتى هذه اللحظه مستمر، ما قدروش بكل الخبرات اللي عندهم ان هم يرجعوا تاني يقفوا على رجليهم. يعني انا دي مش فاهماها برضه. طبعا هو في مشكله زي ما انت اشرتي حصلت في كثير من الانديه من 2020، فتره الكورونا وفتره غياب الجماهير. طبعا غياب الجماهير هناك مؤثره جدا لان جزء كبير جدا من دخل الانديه طبعا يتعلق بالجماهير، ومش بس التيكت اللي بيدفعوه، الستورز اللي في النادي، في المطاعم، ففي دخل كبير جدا من الاستاد في يوم المباراه، بيبقى في دخل كبير جدا بيروح للانديه. فكل ده راح، كتير جدا من شركات الرعايه قللت الفلوس اللي المفروض تدفعها للانديه. بهدل اكتر من غيره يعني، فاهم قصدي؟ يعني عندك حق، يعني وفعلا يعني ده حقيقي، ده حقيقي. مستك من وقتها لغايه دلوقتي مش لاقي اي سبيل للخلاص. النهوض طبعا مرة سوء اداره، هو نادي برشلونه دايما في مشاكل اداريه زي كتير من الانديه اللي بنشوفها في مصر، هو عنده الحته دي، عنده التيمه بتاعت الادارات اللي بتيجي، اللي يجي اللي في الفتره الحاليه ينتقد اللي قبله، واللي قبله يقعد يهاجمه علشان يرجع تاني في مجلس اداره جديد. زي عندينا بالظبط، زي الافلام اللي بنشوفها هنا في مصر، بعيدا طبعا النادي الاهلي، يعني بنشوفها في كثير من الانديه الاخرى. فده بيحصل في برشلونه، ده كان سبب ان هم يطفشوا بيب جوارديولا مثلا بعد ما كسب كل حاجه معاهم. تخيل لو جوارديولا كان لسه مستمر في نادي برشلونه حتى الان وبياخد دعم، كان ميسي ما كانش هيمشي ابدا. تخيل لو في نجوم كتير في جدا كتير ما كانوش مشوا. هي فكره برشلونه دايما هو في سوء الاداره، اداره. على الناحيه الثانيه ريال مدريد بقى عنده استقرار، يعني حدث ولا حرج. لورنتينو بيريز يعني راجل هو المعلم بتاع الشغلانه دي، بتاعت الانتقالات دي، يعني ما يقدرش يخش صفقه ويخسرها. فيعني فكره امبابي ان هو خسر صفقه امبابي، هو هيجيب امبابي، هيجيبه السنه دي، هيجيبه السنه الجايه، هيجيبه مش هيخسر يعني، مش هيستسلم يعني. لكن برشلونه يعني هو عايز يبيع بقى دلوقتي، يعني هو الكام نجم اللي في برشلونه هو مستني عروض ليهم من السعوديه بقى، من اي حته، علشان يسد جزء من الديون ويدفع الرواتب، وبعد كده يفكر هل هنقدر نجيب لعيبه ولا لا.